عرف السوريان قديما بالآراميين، انطلقوا من الصحراء السورية وبلغوا أعالي بلاد ما بين النهرين، واستقروا أولا في حران وأسسوا عدة ممالك، وبلغوا أوج مجدهم في القرنين الحادي عشر والعاشر قبل الميلاد. موطن الآراميين أو ما يعرف ببلاد آرام يمتد جغرافيا من شمال شرق فلسطين بين جبال لبنان ونهر الفرات، أي ما يعرف بسوريا الحالية تقريبا. ونقرأ في سفر التكوين من التوراة أن رفقة التي تزوجها إسحاق بن إبراهيم عليه السلام هي ابنة بتوئيل الأرامي، وبتوئيل هو ابن ناحور شقيق إبراهيم. فإذا كان بتوئيل آراميا فمن المؤكد أن والده ناحور آرامي أيضا، وكذلك شقيق ناحور النبي إبراهيم عليه السلام. والمعروف أن أسرة إبراهيم قد استقرت في حران، وقد عاشوا في قرى مثل تواليد دبغين في سوريا، وهي تتألف من منازل مبنية من الطين تشبه بيوت النحل. إذا الواحد راح زار بيعة من